السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حننهي الشابتر رقم 5 اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in BIMS. طيب في المحاضرة هذه حنشوف Relations among Load, Chair and Bending Moment، يعني حنشوف العلاقة ما بين Chair والBending Moment لما تكون القوة موزعة وليست مركزة. طيب حناخذ مثال هذا، مثلا القوة هذه بتكون قوة موزعة حسب التوزيع أوميجا. أوميجا هذه حتكون Function تتغير حسب الـ X، يعني حتكون متغير قوة موزعة. طيب علشان نشوف العلاقة ما بين توزيع القوة هذه والتشير، يعني الهدف بتاعنا نجيب التشير، أول شيء بناخذ نقطتين، مثلا لو ناخذ النقطة هذه اللي هي D وناخذ نقطة ثانية مثلا النقطة C، يعني في النقطة دي حيكون عنا الـ VD وحيكون عنا الـ VC، يعني التشير في النقطة D والتشير في النقطة C. نفس الشيء حيكون عنا العزم MD اللي هو العزم متاع الانحناء، والام سي اللي هو في النقطة سي. طيب العلاقة حسب القانون هذا تقول انه الفي دي ناقص الفي سي، يعني هذه ناقص هذه، بتكون ماينس التكامل متاع دبليو دي اكس. دبليو اللي هي طبعا المعادلة هذه اللي طبعا بتكون معطى متاع توزيع القوة على البيم هذا، بما انها ما بين الدي والسي حتكون التكامل من الاكس سي الاكس دي. يعني هذا هو القانون اللي هو يعطيك العلاقة ما بين يعني قوة الانحناء، عفوا قوة القطع والقوة اللي هي لما تكون موزعة. خلال المعادلة هذه نقدر نستنتج المعادلة متاع أو القيمة متاع التشير. بالنسبة للعلاقة ما بين القوة الموزعة والبندنج مومنت، يعني عزم الانحناء، نفس الشيء حناخذ الـ MD ناقص الـ MC تساوي التكامل ما بين XC والXD متاع الـ V. إيش الـ V؟ اللي هي نفس القيمة اللي هي جبناها استنتجناها من خلال المعادلة هذه اللي هي طبعاً DX، لأنه المتغير هو DX. يعني من خلال القانون هذا نقدر نجيب الـ Bending Moment اللي هو العزم، نقدر نجيبه عزم الانحناء. طيب حناخذ مثال، مثلاً هذه بيم، البيم هذه طبعاً عندك القوة أوميجا موزعة بشكل يعني ثابت، يعني حتصبح constant، هي ثابتة. أول سؤال بيقول لك جيب القيمة متاع القوة الموجودة في السيبورتس هنا في الـ A وفي الـ B. طبعاً حنشوف أول شيء يعني القوة الموجودة هنا. طبعاً في الـ A حيكون عنا قوة اللي هو هذه وقوة هذه على المحور X. في الـ B حتكون قوة واحدة، بما أنه على المحور X قوة الوحيدة، علشان كده حنشيل القوة هذه لأنها تساوي صفر. طيب حنستعمل أول شيء توزيع القوة هذه كلها، حنعوضها بقوة واحدة اللي هي المساحة هذه كلها تساوي أوميجا L، يعني وبأنها ثابتة حناخذ النص، يعني نجي عن نص هذه نص الـ L ونحط فيها القوة F اللي هي الإكيفالنت اللي هي أوميجا L. طيب حنجيب المجاهيل هذه اللي هي الـ RA والـ RB، رياكشن في الـ A والرياكشن في الـ B، نستعمل مجموع العزم في النقطة A تساوي صفر. طبعا أول شيء العزم في النقطة هذه بيكون صفر، ليش؟ لأنها نفس النقطة بتمر منها المحور. بالنسبة عشان كده هي صفر. بالنسبة للقوة هذه تبعد مسافة نص الآل، حتلف في الاتجاه هذا، حتكون يعني بالماينس، يعني القوة في المسافة، القوة اللي هي W أوميجا آل في الآل في نص الآل اللي هي المسافة، هذا هو العزم متاع القوة هذه. بالنسبة للعزم متاع الرياكشن في القوة B، المسافة كلها طبعا هي آل، هنضربها في الآر بي، ليش؟ لأنه بتكون بلس، لأنه طبعاً عكس عقارب الساعة، تكون RB في الآل بتكون. طيب المجهول الوحيد في المعادلة هذه اللي هو RB، على طول بنجيب قيمة RB اللي هي تساوي أوميجا L على 2. طيب حنستعمل الحين هذه قيمة RB، حنستعمل سيجما F لأن القوة كلها موجودة على المحور F، يعني كلها موجودة نفس الاتجاه، حتكون بلس، حتكون RB بلس RA، لكن القوة هذه عكس المحور Y، عشان كده حتكون ماينس ماينس أوميجا L تساوي صفر. طبعا بنعوض قيمة الـ RB هنا ونجيب على طول قيمة الـ RA. طبعا عوضنا الـ RA هي المجهول الوحيد، على طول الـ RA بتكون أوميجا L على 2. طيب هذا هو القوة، قيمتها RA هي نفسها، نفس القيمة هنا، جبنا المجهول هذا. لكن الحين حنستعمل القانون اللي شفناه، العلاقة ما بين الـ Chair
والبندق مومنت. طبعا القانون هنستعمله ما بين نقطتين. اول شيء هنختار النقطتين، اول نقطه اللي هي A، يعني هيكون عندها في A و M A. هناخذ نقطه ثانيه، طبعا النقطه هذه هنسميها هتكون فيها في، هيكون فيها M، طبعا موجوده على مسافه X. طبعا القانون بيقول انه الفي ناقص في A، في ناقص في A يساوي ناقص التكامل من الصفر الى الاكس، لان المسافه هذه هي اكس وهذا الانطلاق هي صفر. W dx، W اللي هي طبعا توزيع القوى اللي هي موزعة، النتيجة بتكون minus Wx. طبعا ال VA هذه اللي هي القوة الموجودة في النقطة A اللي هي نفسها W أو أوميجا L على 2، بنعوضها ونجيب على طول يعني قيمة ال V، يعني ال V تصبح هذه ال VA minus Wx، بنعوضها هذه قيمتها اللي هي ال VA اللي هي نفسها القيمة هذه، بنجيب على طول المعادلة متاع اللي شايفين، يعني أصبحت ال V تساوي W في الآلة على 2 ناقص X. هذه هي التشير. طيب علشان نرسمها هذه، علشان نرسمها طبعا هنرسمها بالطريقة هذه، هنعوض ال X لما تكون صفر، ال X لما تكون صفر على طول ال V بتكون يعني أوميجا L على 2، شايفين؟ لما ال X تساوي نص ال L بنعوضها ال V بتكون صفر، لو نعوض X هي بتكون صفر، لو ال X بتكون ال L بكلها اللي هي النقطة هذه، النتيجة متاعت ال V طبعا هنعوضها هنا، ال V على طول بتكون ناقص أوميجا L على 2 اللي هي النقطة هذه. طبعا هذا من ثلاثة نقاط اللي احنا جبناهم، هذا من ثلاثة ونربطهم تحصل على الرسمة هذه، الرسمة هذه اللي هي الدياجرام متاعت التشير. بالنسبة للدياجرام متاعت المومنت كيرف، بالنسبة للبندنج مومنت نفس الشيء، هنستعمل القانون، القانون اللي هو M ناقص M A يساوي التكامل من صفر للإكس متاع ال V dx، لكن ال V اللي هي القيمة أو المعادلة اللي حصلناها منذ حين اللي هي قيمتها هذه زي ما شفناها منذ حين. طيب لو نعوضها هذه في التكامل هذا، يعني هذه نفسها القيمة، طيب عوضناها، طبعا ال M A تساوي صفر لأنها القوة في ال A هي نفسها، يعني تساوي صفر، يعني نحذفها هذه تصبح بس الام. لو نسوي التكامل هذا بنحصل القيمة الام. طبعا الكيرف هتكون يعني شكل بارابوليك زي ما شايفين هنا، يعني هيكون عندك ماكسيموم البارابوليك، هذا هو شكل البارابوليك. لكن المشكلة انا كيف هتجيب الماكسيموم هذا؟ الماكسيموم كيف هنجيبه؟ هناخذ طبعا يعني هذه هي القيمة بتاع الماكسيموم، كيف جبناها؟ هناخذ يعني المشتق متاعت الام، المشتق متاعها الام هنكتبها تساوي صفر، لما تساوي صفر يعني هنلاقي الام هي القيمة هذه، يعني الطريقة هذه نجيب الماكسيمو متاع البندنج مومنت. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.